العام الماضي وجاي، أنا كنت العام اللي قبل الماضي زارع هكتار، الماضي 3، السنة 6، لأنه زراعة القطن بالأساس أنا عندي خلفية عليها، أعرف أفهم بيها، يعني أعرف شلون أزرع القطن وأفهم على القطن. فنحن رغم الله ينطيهم العافية الإدارة شجعتنا، ولكن مو التشجيع الكافي. نبدأ من البداية، هذا هالكتار هذا أنا كلفني برميلين مازوت كوني عندي دركتور، ما شفت منه الفلاحة ولا لتر مازوت بالنسبة للفلاحة، بدأت من ضعف. أعطونا 4 دفعات على 4، والله يعني بالتنقيط ما نو جخينا، نسميها بالعامية أنه جخينا عليه بالمحروقات، مات المحروقات. بعدين نجي على مات البخ، 4 بخات بخينا، والبخ قاعد يجي من الصيدليات أحيانا ما هو نظامي، يعني حبذا لو يكون الإدارة اللي يجيبه أقل شيء حتى إذا بسعر الحر، ولكن يكون نظامي مجرب وموثوق وفعال. تجديد الرقابة عليه، يعني لما يجي أدوية أحيانا وين المشكلة؟ إذا يغيرون ختم ويحطونه بختم جديد، فهنا احنا قاعد نقع بمطب. بالنسبة للبخ، البخ نريده من الإدارة وتكون الإدارة اللي تشرف عليه. نجي موضوع السماد، تركونا على التجار قاعد 40 و35 دولار، حبذا لو يكون الإدارة اللي يجيب لنا إياه، أقل شيء تكون عندها رحام علينا. بالنسبة والسماد، السماد السماد والسماد الأسود أهم من الأبيض، أراضينا هنا إذا ما تحط سماد أسود ما استفاد شيء، فننجبر على السماد الأسود. حبذا أن تكون الإدارة هي تحت إشراف الإدارة. نجي على موضوع التسويق، تسويق القطن بالنسبة لنا عرقة، والله من نهار قالوا لنا عرقة نحسها مشكلة وكارثة. ليش؟ يعني أني إذا ما يصير حمل سيارة ومعرض للمطر، الحج قاعد نحوشه جديد، هاي العمال قاعد تحوشه، والله على الصيدلية يعني قطن ممتاز 100%. بس بالنسبة للدعم، كدعم للأقطان يعني مو زود. من أي ناحية؟ من ناحية المحروقات، من ناحية الأسمدة، من ناحية أدوية البخ، لأنه إحنا يعني تجينا آفات، يعني حشرات ما نبطل بخ، كأجهزة بخ، كأدوية، كشيء ما يعني، وكله غالي اليوم، قاعد من السوق السوداء قاعد نشتريه كلياته، يعني البضاعة هاي كلها من السوق السوداء. يعني كمؤسسة أكثر أو كمؤسسة زراعة ما قاعد تدعم الفلاح من هالناحية. المحروقات السنة قشفهم علينا تقشيف، يعني ما هو يعني ما على وسط، ما نقول أكثر، ما نقول لا أقل من الوسط ولا أكثر، يعني دعم شوية دعم، نظر للفلاح يراعون. فتح مراكز لتسويق الأغطان، هذا القطن هذا أنا بده يكلفني من هنا الكبش للرقة يعني بلاوي. اليوم السيارة ما جعد أجور النقل يعني تذبحنا ذبح إحنا الفلاح، يعني تضغط علينا ضغط، لأنه ما بي بدك من هنا على كبش، وغد يجوز تبات السيارة بده يحسب عليك يوم ثاني، هذا أجرة ثانية. إحنا نطلب منهم أنه يفتحونا مراكز هنا، من ليش إحنا ما نسوقه هنا؟ إحنا خط منطقة زراعية هنا لا بأس بها يعني، ولو بي تشجيع أكثر زادت المساحات يعني كغطن كذرة صفراء.